بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معكم زميلكم من تيم اور، ان شاء الله نتكلم مع بعض النهارده في الكلينيكال اكزامينشن للاير والنوز. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبدا بيها بالكلينيكال اكزامينشن للاير، اكزامينشن للاير ستراكشر والاكزامينشن للاير فانكشن. تمام. هي الاول حاجه، هي الاجزاء اللي ممكن نعمل لها اكزامينشن في الاير ستراكشر. اول حاجه خالص هي الاوريكل والبري والبوست اوريكل والاكسترنال اوديتري كانال والدرام. تمام. الاربع حاجات دول احنا بنقدر نعمل لهم اكزامينشن. طيب الاكزامينشن عباره عن ايه؟ عباره عن اربع حاجات: انسبكشن، بالبيشن، المفروض يعني انسبكشن، بالبيشن، بريكشر وسكولتيشن. طبعا البريكشر والسكولتيشن مش هنعرف ايه، مش هنعملهم للويد، فنعمل ايه؟ انسبكشن وبالبيشن. انسبكشن بالعين كده بالظبط، هنبص على الاوريكل بتاعت العيان. هنبدا بقى بالاوريكل. اول حاجه نبص على الاوريكل بتاعت العيان. الاوريكل بتاعت العيان الطبيعي لما تكون نورمال لما تكون ابنورمال. لو هي ابنورمال ممكن ايه الابنورمال اللي يبقى فيها؟ ممكن تكون طويله شويه فبنسميها بيت اير. تمام. او صغيره بنسميها مايكروتوبيا، او بتكون نازله عن المستوى الطبيعي شويه بنسميها لو سكيتد اوريكلا. تمام. او فيها ألزر او هيماتوما، ماشي، دي بالعين على طول، دي بالانسبكشن. تمام. طب ممكن نعملها بالبيشن، او ممكن نعملها بالبيشن لو هي مثلا لو هي تندر او سولنج. لو هي من لو فيها تندر او سولنج بنعملها مين؟ بنعملها بالبيشن عشان نشوفها الم، او نشوفها مثلا هل هي سيستيك او سوفت. تمام. طبعا الصور دي مهمه للعمل، هي يعني مهمه اكتر للعمل، الصور دي نعرفها ان شاء الله في العمل اكتر العمل. طيب احنا دلوقتي عملنا خلاص كده، انت شفت الاوريكل، شفت الاوريكل ابنورمالز اللي بقى فيها مثلا. بعد كده تخش على البري والبوست اوريكل. انت ممكن تشوف ايه مثلا في البري او البوست اوريكل. ممكن تشوف اول حاجه خالص، ممكن تشوف ساينس، يعني فتحه صغيره قدام الودن من قدام، بنسميها بري اوريكل ساينس هي دي. تمام. او ساينس ديت يحصل فيها انفكشن فبنسميها انفكتيف بري اوريكل ساينس. او الماستويد بلوسيد يحصل له في ماستويد ابسس، ماشي، او نشوف صديد جوه بنسميها فرانكر. تمام. دي برضو انسبكشن على السريع كده، بنشوف بعينك ممكن يكون في ساينس، ممكن ساينس يحصل لها انفكشن، ممكن مثلا بوست اوريكل الماستويد يحصل في ابسس فبنسميها ماستويد ابسس، او يحصل في فرانك. والبلبيشن برضو بتاعي لو في سولنج او اي تندرز بتعمل له ايه؟ بتعمل له بلبيشن. تمام. طيب احنا كده يعتبر كده خلصنا الاكزامينشن للاير ستراكشر للاوريكل والبري والبوست اوريكل. تمام. عايز نخش على اللي بعدها اللي هو الاكسترنال اوديتري كانال والدرام. طبعا الاكسترنال اوديتري كانال والدرام مش هنعرف طبعا نعمل لهم انسبكشن والبيشن، يعني مش هنعرف نعمل لهم انسبكشن والبيشن لانهم هيبقوا جوه، صح؟ فاحنا هنعتمد على مين؟ هنعتمد على بعض الاجهزه هتساعدنا عشان نقدر نشوف الاكسترنال اوديتري كانال والدرام. تمام. ايه هي الاجهزه اللي نستخدمها؟ اول حاجه نستخدم السبيكولام اكزامينشن والبنيوماتيك اكزامينشن. السبيكولام اكزامينشن هو المنظار، هنستخدم منظار ونشوف بيه ودن العيان. طيب هو ايه السبيكولام ده اصلا؟ عامه السبيكولام دي من اول الادوات اللي استخدموها في الكشف للاذن. تمام. السبيكولام دي عباره عن نوعين، لما نوع بنسميه هاند هيلد سبيكولام اللي هي الصوره ديت بنسميها هاند هيلد سبيكولام، لما السبيكولام محطوط مع الاوتوسكوب. هو ايه الاوتوسكوب؟ الاوتوسكوب هنتكلم عليه كمان شويه. المهم الهاند هيلد سبيكولم هو اصلا عباره عن اللي هو جزء مخروطي. تمام لاثنين اوبن وبيدخله جوه الاكسترنال اوديتري كانال بتاعت العيان. تمام. وبتفحص بيه مين؟ وتفحص بيه الايه الودن العيان. تمام. طيب بس طبعا السبيكولم دوت من اول الحاجات اللي هم استخدموها. طبعا السبيكولم ما عادوش بيستخدموه زي الاول بسبب ان السبيكولم فيه بعض العيوب اللي منعت استخدامه او قللت استخدامه، مش منعته قللت استخدامه. هي اول حاجه خالص ان السبيكولم ده ما فيهوش مصدر اضاءه، يعني ما فيهوش مصدر اضاءه. مثلا الاوتوسكوب فيه مصدر اضاءه، هنتكلم عليه كمان شويه. الجهاز اللي بعده هنتكلم هيبقى فيه مصدر اضاءه، السبيكولم اللي هو ما فيهوش مصدر اضاءه، عشان كده بنحتاج فيه مصدر اضاءه. طب ايه هي مصادر الاضاءه اللي انت ممكن تحتاجها كدكتور عشان تشوف اكسترنال اوديتري كانال؟ اول حاجه ممكن تحتاجها هيد لايت، يعني هيد لايت اللي هو كشاف، بس الكشاف بيكون متركب يعني في الراس كده، ماشي، زي الطاقيه بالظبط كده، اسمه الهيد لايت. تمام. تاني حاجه ريفلكتد لايت. يعني ريفلكتد لايت؟ يعني الضوء المنعكس. الضوء المنعكس ازاي؟ انت بتجيب مصدر للضوء. تمام. وبتلبس بالظبط، بتلبس برضو مرايه، نفس هنا بالظبط، بس هنا مكان الكشاف بتلبس مرايه. تمام. والضوء بينعكس على المرايه اللي انت لابسها، ومن مرايه على ودن العيان بالظبط، فانت تقدر تشوف ودن العيان، بنسميها ريفلكتد لايت. تمام. تالت حاجه ممكن نستخدمها الاوتوسكوب. الاوتوسكوب فيه اضاءه، دي اسمه الجهاز ده اسمه اوتوسكوب. الاوتوسكوب فيه اضاءه، والجهاز اللي بعده اسمه اوتو مايكروسكوب. ادي الاوتو مايكروسكوب فيه اضاءه برضه. يبقى احنا اربع اجهزه فيهم اضاءه: الهيد لايت والريفلكتد لايت والاوتوسكوب والاوتو مايكروسكوب. الاربع حاجات دول فيهم اضاءه. تمام.
دلوقتي هنتكلم على الهاند هيلد. سبيكولوم. الهاند هيلد سبيكولوم عباره عن كونيكال شيب شكله شبه المخروط لاثنين اوبننج. تمام. نارو، واحده نارو بتكون واحده وايد. تمام. بيكون طبعا في افيلابل سايز، يعني حجم مختلف على حسب العيان، تمام، على حسب البيشنت اللي معاك. تمام. طبعا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على مصدر اضاءه خارجي، سواء بقى ريفلكتد لايت او اوتو ميكروسكوب او ايه او هيد ميرور، على حسب مين، على حسب مصدر الاضاءه اللي انت هتجيبه هو بيعتمد عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قررنا دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل اكزامينشن بالسبيكولوم. المفروض اول حاجه خالص لازم، طبعا احنا عارفين الاكسترنال اوديتري كانال عامله كده صح؟ لازم طبعا يعني نظبط الاكسترنال اوديتري كانال مع السبيكولوم. فاحنا بنرفع الاكسترنال اوديتري كانال ابورد، بنرفعها ابورد اند باكورد. فين؟ في الادلت. طب في التشيلدرن، بننزلها باكورد اند، بننزلها ايه؟ بننزلها داون وورد اند باكورد. يبقى في الاطفال بنعمل ليه؟ في الاطفال بتبقى داون وورد اند باكورد، وفي الادلت بتبقى ايه؟ ابورد اند باكورد. طبعا ليه؟ عشان مين؟ عشان زي ما احنا عارفين الاكسترنال اوديتري كانال بيبقى ايه؟ بيبقى شكلها كده. فاحنا عايزين نظبط السبيكولم مع مين؟ مع شكل ايه؟ مع شكل الاكسترنال اوديتري كانال. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب، وبرضه من استخداماته ان هو انتروديوس سبيكولم انتو ذا اكسترنال كانال. تمام. بالنسبه للاكزامينشن باي اوتوسكوب، احنا قررنا نستخدم ايه؟ الاوتوسكوب. هو الاوتوسكوب اصلا عباره عن ايه؟ اول حاجه الاوتوسكوب ده عباره عن ايه؟ عباره عن السبيكولوم اللي احنا جبناه، ماشي، مع اللينس مع هاند. يبقى احنا جبنا السبيكولوم واللينس والهاند، يعني جبنا عدسه والسبيكولوم والهاند. طيب الاوتوسكوب ده افضل طبعا، افضل طبعا كتير من السبيكولوم. ليه؟ كذا سبب. اول حاجه خالص ان هو فيه لينس، فيه عدسات. ثاني حاجه فيه مصدر للاضاءه، والهاند بتاعته بتخلي الدكتور يستخدم ايد، وايد تانية تبقى متحركه معاه. تمام. طيب اول حاجه خالص اللينس هنا خلي بالك بتزود التكبير ب 2.5 درجه، 2.5 درجه. تمام. طب ايه مميزاته؟ ان هو سهل الاستخدام. تاني حاجه بيزود اللينس، بتزود مين؟ بتزود التكبير بدرجه 2.5. تالت حاجه ان هو بيعمل لك فري موفمنت. يعني ايه فري موفمنت؟ بقى ان انت بتمسكه بايد واحده، فالايد التانيه بتتحرك معاه، فتقدر تتحكم بيها في العيان، فنسميها فري موفمنت اوف ذا اكزامينر. تمام. كمان واخر حاجه اللي هو بروتابل، اللي هو بالظبط كده يعتبر كده صغير خالص، يعني مش كبير، قد اكبر من التليفون، يعني حاجه بسيطه. فانت زي ما احنا شايفين كده في ايده عامل قد ايه، فبالتالي نقدر نشيله وتعينه معاك في اي مكان، طلعه من الشنطه تستخدمه في اي وقت. طيب ديس ادفانتج بتاعته ان هو بيدينا مونوكلر فيجن. يعني ايه مونوكلر فيجن؟ يعني بالظبط كده انت شايف اللي هو لينس واحده، بالظبط كده الدكتور بيبص بعين واحده بس، بيبص بعين واحده، فبنسميها مونوكلر فيجن. طب بص هنا الجهاز اللي بعده اللي هو الاوتو مايكروسكوب، هنا الدكتور بيبص بعينين الاثنين. تمام. اما هنا في الاوتوسكوب بتبص بعين واحده بس، فبنسميها مونوكلر فيجن. طب الموضوع ده بيأثر شويه ازاي؟ بيأثر على العمق بتاع الصوره. بقول لك ان كل ما تكون بتبص انت بعينيك الاثنين، كل ما تكون عمق الصوره اكبر، على عكس ما ايه، على عكس ما يكون الانسان بيبص ايه بعين واحده، بتكون الصوره اقل شويه في العمق. طيب ازاي نستخدمه بقى؟ اول حاجه خالص بنفرد الاوريكل. تمام. وتمسك الاوتوسكوب زي ما بتمسك القلم بالظبط، وبتبدا تدخل السبيكولم جوه الاكسترنال اوديتري كانال، وتبدا تستخدمه. تمام. بعد كده خلينا على الجهاز اللي بعده اللي اسمه الاوتو مايكروسكوب. الاوتو مايكروسكوب من منظره كده باين اللي هو على طول، باين اللي هو كده حاجه جديده، شبه ايه؟ شبه الحاجات بتاعت المايكرو كده. اوتو مايكروسكوب على طول. تمام. وده افضل طريقه بنستخدمها في فحص الاذن. طبعا اللي بسبب الاضاءه العاليه اللي هي الاضاءه طبعا بتاعته جيده خالص. تاني حاجه اللي هو قوه التكبير، واللي هنا الدكتور برضه بيقدر يبص بعينيه الاثنين، فباي نوكلر فيجن، وبيستخدم ايديه الاثنين. يعني ايه؟ في ايد اهي، في ايد بمسك في ايد على طول، في ايد فري معاه، وايد ماسك فيها الجهاز. تمام. فيبقى اربع حاجات ميزه الاوتو مايكروسكوب. اول حاجه خالص ان هو الاضاءه بتاعته جيده خالص، ان هو بيدي قوه تكبير مظبوطه، ونقدر نستخدم فيه عينين الاثنين، فبالتالي عمق الصوره بيبقى افضل، وبتستخدم فيه ايديك الاثنين. طيب ديس ادفانتج عيوبه، طبعا زي ما احنا عارفين هو مايكروسكوب، يبقى هو جهاز هيبقى طبعا غالي 100%، وفي نفس الوقت انتوا شايفين هو كبير في الحجم ازاي، فبيقول لك ان هو بيحتاج اوضه كامله يتحط فيها، فبالتالي عايز مسافه كبيرة او حجم كبير يعني.
فده من ضمن عيوب ان هو غالي وحجمه كبير. يبقى احنا كده اتكلمنا على الاوتو مايكروسكوب، اتكلمنا بعد كده على الاوتوسكوب والسبيكرا، ماشي. يبقى احنا كده خلصنا الاكزامينشن للاكزامينشن بالسبيكرا، فاضل معانا الاكزامينشن بايه بقى؟ اكزامينشن بالبنيوماتيك. طيب اللي هو بنيوماتيك اكزامينشن. بسم الله. قبل ما نقول البنيوماتيك اكزامينشن، احنا دلوقتي خلاص احنا عملنا سبيكولم اكزامينشن. طب احنا هنشوف ايه بالسبيكولم اكزامينشن؟ طبعا السبيكولم اكنه بالظبط كده، انت شفت وضح لك، عملت منظار ودخلت جوه الود. هتشوف جوه الود، هتشوف الاكسترنال اوديتري كانال، هتشوف التمبريك ميمبرين، وهتشوف التمبريك ميمبرين شكله ازاي. شايف طبعا التمبريك ميمبرين قد التمبريك ميمبرين هواتي. هتشوف في البارس فلاسيدا، بارس زي ما احنا عارفين بقى، والهاند اوف ميرلس، والانتيريور فولد والبوستيريور فولد، وكونوفلاي. تمام. اهو دي الصوره اللي احنا هنشوفها للتمبريك ميمبرين. طبعا برضو نعرف الصوره ونحفظها، برضو ممكن يجيب لنا اي سهم، بس طبعا الاسئله دي في العمل يعني في الاغلب يعني ان شاء الله. ممكن يجيب لنا اي سهم ويقول لنا ده عباره عن ايه، فاحنا نعرف على طول الاسهم دي بتشاور على ايه. تمام. دي كونو فلايد، دي بارس فلاسيدا، دي بارس، هنا بارس فلاسيدا، هنا بارس تنسا، هنا انتيريور ميرور فولد، هنا البوستيريور ميرور فولد، هكذا يعني نعرف كل سهم بيشاور عليه، عشان ممكن يجيب لنا صوره زي دي ويسالنا على الاسهم. تمام. بعد كده اتكلم على بنيوماتيك اكزامينشن. بنيوماتيك اكزامينشن باسم بنيوماتيك، على طول نعرف على كلمه بنيوماتيك اللي هي حرف البي، عرفنا ان هو بيتكلم على البريشر. هنا الفكره كلها اللي احنا بنعمل بنغير البريشر اللي الاير او التمبانيك ميمبرين متعود عليه. طيب ازاي انا اقدر اغير اصلا البريشر اللي التمبانيك ميمبرين متعود عليه؟ فاكرين الجهاز اللي احنا الاوتوسكوب العادي خالص؟ الاوتوسكوب المره دي جبته وحطيت له مضخه هواء، اللي هو المضخه الصغيره دي بتاعت جهاز الضغط دي. تمام. كل انت جبتها هتضيفها للعيان. طب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ انت هتحط الاوتوسكوب في ودن المريض. تمام. وتبدا تضغط على مضخه الهواء، فطبعا الهواء يبدا يخش، فلما الهواء يبدا يخش هيبدا يغير البريشر اللي موجود جوه الاكسترنال اوديتري كانال. تمام. فيبدا التمبانيك ميمبرين يتحرك على طول. صح. طب انا بستخدم البنيوماتيك اكزامينشن في اصلا انا بستخدمه في ايه؟ اول حاجه بستخدمه في النورمال تمبانيك ميمبرين، اللي انا اول حاجه خالص المفروض لما انا هغير الضغط، مثلا احنا ضغطنا عليه، فلما انا اغير اضغط عليه هيطلع مين؟ هواء، فبالتالي هيغير الضغط اللي موجود عند الاكسترنال اوديتري كانال. صح. فايه اللي بيحصل؟ فاللي بيحصل المفروض التمبانيك ميمبرين يتحرك، فكده انا بالظبط كده بلاحظ حركه التمبانيك ميمبرين. تمام. طبيعي عادي. طيب تاني حاجه بيساعدني في حاجه اسمها البوست تشخيص الفيستيال تيست. ايه هو بقى موضوع اللي هو الفيستيال تيست؟ احنا عارفين، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا زي ما احنا عارفين ادي الايه، ادي الاوريكال، ادي الاوريكال، وادي الاكسترنال اوديتري كانال، والتمبانيك ميمبرين، وادي ايه، وادي الميدل اير، السكند تيوب، وادي الانر اير. صح. مثلا يعني اعتبر دي الكوكلا مثلا. يعني دلوقتي اللي حصل ايه دلوقتي؟ الفيستولا معناه ايه بقى؟ معناها عشان الحته دي مهمه، معناه ايه بقى؟ معناه ان الميدل اير اتفتحت على ايه؟ على الانر اير، حصل ما بينهم فيستولا، فتحه ما بينهم. تمام. فايه اللي بيحصل وقت ايه؟ اللي بيحصل اي تغير، بص اي، شوف اي تغير في الضغط، اللي بيحصل بقى اي تغير في الضغط يروح يغير في الميدل اير، والميدل اير اصبحت مفتوحه على الانر اير، فالتغير يحصل في الانر اير، فالعيان يحصل له نستجمس وفيرتيجو. ماشي. يبقى احنا جيت اتكلمنا على ايه؟ بس بكل بساطه الفيستولا معناه ان الانر اير اتفتحت على الميدل اير. تمام. طيب فاي تغير في الضغط بيتنقل على طول يروح للميدل اير، لما يتنقل للميدل اير يطلع على الانر اير، فبالتالي عيان يحصل له نستجمس وفيرتيجو. تمام. طب احنا الجهاز بتاعنا اصلا تخصصه ان هو يغير الضغط بتاع الاكسترنال اير والميدل اير. صح. فانت بالتالي لو العيان اصلا عنده فولز، عنده بوزيتيف فيستولا، يعني هو عنده فيستولا اصلا. تمام. هو عيان عنده فيستولا. تمام. مجرد ما انت هتستخدم البنيوماتيك اكزامينشن، ماشي، على طول هتغير الضغط، فبالتالي الميدل اير هتروح، الميدل اير هتغير، الانر اير هيتغير على طول، فبالتالي العيان هيحصل له فيرتيجو ونستجمس. تمام. طيب ايه الحاجات اصلا؟ عشان دي سؤال بقى، انا شفت السؤال ده عن في البنك للجزئيه ديت البوستيف فيستولا، اللي هو ايه الحاجات اللي بتعمل بوستيف فيستولا؟ اللي هم الكوليسيستوما والسيركمسكرايب او السيركمسكرايبل ليبروسايتس. تمام. دي اللي بيعملوا مين دول؟ اللي بيعملوا بوستيف فيستولا تيست. تمام. دي مهمه نعرف الحاجات اللي بتعمل بوستيف فيستولا تيست. طيب انا كده خلصنا مين؟ يبقى احنا كده البنيوماتيك اكزامينشن استخدمت ايه؟ البنيوماتيك اكزامينشن، ماشي، استخدمته في ايه؟ استخدمته في اللي هو النورمال تمبانيك ميمبرين موفمنت، اللي انا اشوف بحركه التمبانيك ميمبرين. تاني حاجه استخدمته في تشخيص البوزيتيف فيستولا تيست. تمام. طيب بعد كده نتكلم على الاكزامينشن للاير ستراكشر. يعني خلصنا نتكلم عليه، احنا خلصنا اصلا اكزامينشن الاير ستراكشر، الحمد لله. اكزامينشن للايه؟ الاير فانكشن، اللي هو الاكزامينشن بقى الاير فانكشن.
دلوقتي احنا عايزين نعرف الاير فانكشن شغاله ولا لا. هي الاير فانكشن اصلا وظيفتها ايه؟ وظيفتها اللي وظيفه الهيرنج والاكوليبريم، صح. فاحنا نعمل شويه اختبارات على الهيرنج، شوف الهيرنج شغال ولا لا والاكوليبريم شغال ولا لا. طيب ايه هما بقى الاختبارات؟ الهيرنج بكل بساطه سبيتش تيست وتالنج فورج تيست. نبدا بالسبيتش تيست. السبيتش تيست بكل بساطه خالص اللي انت الدكتور بيقعد والعيان قدام اهوت، اسمه سبيتش تيست. الدكتور بيبدا يتكلم بنغمات بنغمات، يبدا باول حاجه خالص بصوت هادي خالص، لو العيان ما سمعوش ده صوت بسيط خالص والعيان ما سمعوش يبقى العيان عنده مايلد هير لوس، بنسميها ويسبر فويس. يبقى العيان عنده مايلد هيرنج لوس. طيب لو افرض بقى الدكتور على صوت شويه خلاه كونفرستيشنال فويس، يعني صوت عادي شويه زي ما احنا بنتكلم كده والعيان ما سمعش، يبقى عنده مودريت هيرنج لوس. طيب بعد كده اللي هو الدكتور على خالص، لما الدكتور على خالص والمريض ما سمعش فالمريض كده بقى عنده سيفير هيرنج لوس. تمام. طبعا ناخد بالنا اللي هو الدكتور هو بيعمل لازم يكون قافل طبعا ودن واحده اللي شغال، يعني هو هيعمل كل ودن لوحدها. تمام. وفي نفس الوقت الودن الثانيه بتبقى مقفوله، لازم تكون مقفوله. تمام، محطوطه عاملها ماسكنج. تمام. طيب احنا كده خلصنا من اول حاله هو السبيتش تيست، بعد كده دخلنا على التانينج فورج تيست. ايه هو التانينج فورج تيست؟ عامه اللي هو هنا اللي بنتكلم عن الاختبارات اللي بتعتمد على شكر الرنين. عامه شكر الرنين استخدامها اصلا قل خالص في ال ان تي عامه، استخدام اقل خالص. تمام. بس احنا لازم نعرف طيب ايه الاختبارات اللي بتعتمد عليها. 3 اختبارات طبعا عارفينهم تعادوا كتير، الرينين تيست والوبر تيست والشباك تيست. تمام. بس اول حاجه لازم نعرف على طول اللي اسمها شكر رنين. تمام. ونعرف اجزائها، ماشي. دي اسمها برونجس، دي اسمها اجزاء دي اسمها برونجس ودي اسمه ستيم ودي اسمها البيت، عشان برضو لو في صوره جت في العمل ولا حاجه يبقى احنا عارفين على طول دي اسمها الستيم برونجس ودي اسمها الستيم ودي اسمها البيز. ونعرف برضو خالص ان هي مهم نعرف ان التردد بتاعها اللي احنا بنستخدمه، اشهر ترددات اللي بنستخدمها ال 256 وال 512، ماشي، ال 256 وال 512. طيب احنا دلوقتي قررنا نعمل تيست بتاعنا، ايه اللي بيحصل؟ بتاخد بتمسك الشكر الرنينه ده، ماشي، وتضربها على جزء بوني. تمام، للدكتور عادي، الدكتور بيضربها على جزء بوني عادي زي الالبو او الباتيلا. تمام. فتبدا الشوكه يحصل لها ايه؟ فالشوكه تبدا تهتز. تمام. فطبعا الشوكه لما تهتز تبدا تعمل بقى الاختبارات بتاعتك. هنبدا باول اختبار اللي هو مين؟ اللي هو الرينين تيست. الرينين تيست بالظبط كده عباره عن ايه؟ عباره عن اختبار بشوف بقارن ما بين مين؟ بقارن ما بين البون كوندكشن والاير كوندكشن لمين بقى؟ لنفس الاذن. دلوقتي نفترض مثلا الودن اليمين هنقارن ما بين البون كوندكشن فيها والاير كوندكشن. الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان الاير كوندكشن يكون افضل من البون كوندكشن، صح ولا غلط؟ صح. ليه الاير كوندكشن افضل من البون كوندكشن؟ لان الاير كوندكشن كان بيحصل له ماجنتيفايد، صح؟ كان بيحصل له، كان فاكرين الليفيتور سيستم كان بيحصل له رفع كده، فبالتالي الاير كوندكشن كان بيبقى افضل. كنا واخدينها في الفيس قبل كده يعني. المهم ايه الاير كوندكشن بيبدا اول حاجه بيحصل له الليفيتور، فبيبقى افضل منين؟ افضل من البول كوندكشن. تمام، بيحصل له ماجنتيفاي. تمام. طيب فبنسميها ايه؟ بنسميها رين بوزيتيف. يبقى رين بوزيتيف ايه اللي بيحصل؟ ان الاير كوندكشن يكون افضل من البول كوندكشن. طب ازاي انا اعمل اير كوندكشن يكون افضل من البول كوندكشن؟ انا دلوقتي خبطت اللي هو الفورك، ماشي على مين؟ على الالبوم. تمام. خدت الشوكه، تمام، وهي بتهتز. اول حاجه تروح تحطها مثلا على المسطول بروسيس. المفروض تحطها على المسطول بروسيس، يفضل تقول للعيان سامع 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 لحد من العيان يقول لك ما عدتش سامع. تمام، فبتاخد بعد كده تاخد الشوكه الرنانه، تمام، من على المسطول بتاع العيان تحطها قدام ودن العيان. تمام. المفروض الصح إيه؟ او طبيعي إيه؟ الطبيعي ان العيان بعد ما تنقل له الشوكه الرنانه قدام ودنه يقعد يسمع. طب هو ليه يقعد يسمع بعد ما تنقلها قدام ودنه؟ لان اللي هو بيسمعه ده اللي هو بيسمعه دي اير كوندكشن، صح؟ ما هو خلاص بقى، ما هو عدى البول كوندكشن، فبالتالي اللي بيسمعه ده اير كوندكشن، فالمفروض الاير كوندكشن افضل من البول كوندكشن. فبالتالي لما ينقل الشوكه من المسطول بروسيس يحطها قدام ودن العيان يفضل يسمع. تمام. افرض العيان بقى ما سمعش، لو العيان ما سمعش يبقى هو عنده كوندكتيف هير لوسنج، يبقى هو عنده حاجه ما قللت الاير كوندكشن، خلت البول كوندكشن افضل منه. تمام. تاني احنا قلنا مين؟ اول حاجه خلاص قلنا الريتس بيقارن لما بين الكوندكشن والاير كوندكشن. اول حاجه بجيب الشوكه، ماشي، واضربها على مثلا قلبه. تمام. واحطها على المسدود بروسيس، سمعت سامع سامع لحد ما يقول مش سامع. تمام، باخدها بعد كده انقلها قدام الاير. الطبيعي ان هو يقعد ان هو يسمع بعد الزنه، بعد ما المسدود بروسيس يكون خلص يقعد الاير كوندكشن يفضل شغال. تمام. يعني هو يسمع صوت قدام ودنه. تمام. ليه؟ لان الاير كوندكشن افضل من ايه؟ افضل من لان الاير كوندكشن افضل من البون كوندكشن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب الحل اللي بعدها افرض ما هو ما عادش سامع، بيحصل له حاجه ديفكتيف في الاير كوندكشن. طيب بنسميه ايه بقى؟ بنسميها كوندكتيف ديفنس. بنسميها ايه؟ بنسميها كوندكتيف ديفنس. طيب ايه اللي ممكن يعمل نسميها كوندكتيف ديفنس؟ تمام، مش شرط نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل كوندكتيف ديفنس، مش لازم. تمام. هو بيقول هنا ان الساوند ممكن في حاله ان كوندكتيف ديفنس ديفكت ان ذا اير كوندكشن. تمام. ذا ساوند از كوندكتد تو ذا كوكلا من طريق من البون. تمام. وهنا ساوند از نوت كوندكتد للكوكلا باي اير كوندكشن. تمام. فبالتالي من كوندكشن ممكن افضل من اير كوندكشن. يعني هو بيقول لي لما تبقى الحاله كوندكتيف ديفنس زي ما احنا قلنا كده، ان البون كوندكشن بيكون افضل من الاير كوندكشن. تمام. ساعتها بنسميها ايه؟ بنسميها الرينين نيجاتيف. يبقى من الاخر كده، ايه هو الرينين بوزيتيف وايه الرينين نيجاتيف؟ الرينين بوزيتيف معناه ان الاير كوندكشن افضل من البرون كوندكشن. طيب الرينين نيجاتيف معناها ايه؟ معناها ان البرون كوندكشن افضل من الاير كوندكشن بكل بساطه. طيب طب الحل بعد كده ممكن يكون معاك ايه؟ ممكن يحصل سنسوري نيورال هيرنج لوز. ايه اللي يحصل بقى في سنسوري نيورال هيرنج لوز؟ بص يا غالي، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن اللي يحصل ايه؟ ممكن تكون الودن سليمه، ماشي، البون كوندكشن شغال والاير كوندكشن شغال، بس اللي حصل بقى، اللي حصل ان الكوكلا او النيرف اللي بياخد منها، الاول الكوكلا او الكوكلا النيرف الاثنين بايظين. تمام. فبالتالي النيرف يعني بايظ. تمام. فلما يبقى النيرف بايظ بنسميها سنسوري نيورال هينج لوز، صح ولا غلط؟ صح. طيب تفتكر ايه اللي احسن، ايه اللي افضل ساعتها، البون كوندكشن ولا الاير كوندكشن؟ طبيعي الاير كوندكشن هيبقى افضل من البون كوندكشن، لان نفس البون كوندكشن كان بوصل فين؟ كان بوصل للكوكلا، صح؟ والاير كوندكشن كان بوصل فين؟ للكوكلا، بس الكوكلا هي في حالتين بايظ، صح؟ فبالتالي اللي كان افضل في الاول هو اللي هيبقى هو اللي هيكون افضل بعد كده. تمام، يعني من الاخر خالص هناخد احسن من الوحشين، هما الاثنين كانوا وقت بايظين خالص. تمام. بس مين افضل فيهم؟ الاير كوندكشن، صح؟ فالاير كوندكشن هيبقى افضل من البون كوندكشن. ساعتها بنسميه ايه؟ ساعتها بنسميها الريديوس رينين بوزيتيف، ريديوس رينين بوزيتيف. تمام. لان هي رينين بوزيتيف لان الاير كوندكشن افضل من البون كوندكشن، بس الاثنين قدرتهم قلت عشان الكوكلر باظه، صح؟ فبنسميها ريديوس رينين بوزيتيف. تمام. بعد كده نتكلم على الويبر تيست. الويبر تيست بكل بساطه يعني بقارن مين؟ بقارن ما بين البون كوندكشن، البون كوندكشن في الاثنين اير. ايه اللي بيحصل بقى؟ بجيب الشوكه، ماشي، واضربها مثلا، اضربها هنا مثلا، ماشي، في النص هنا، او على سنين من تحت. تمام. اللي بيحصل المفروض بيحصل منها، بيطلع منها ذبذبات، ماشي، توصل هنا للبون كوندكشن. والبون كوندكشن الطبيعي ايه؟ الطبيعي ان البون كوندكشن للرايت اير هيساوي البون كوندكشن في الليفت اير، الاثنين هيكون زي بعض، مش هيبقى في اختلاف ما بينهم خالص. تمام، دي في اي شخص نورمال، البون كوندكشن في الودن اليمين بيساوي البون كوندكشن في الودن الشمال. طيب ايه اللي ممكن يحصل لي، او ايه امتى بقى، امتى يكون البون كوندكشن واحد اعلى من الثاني؟ ثاني كده، انا وقت مثلا ضربت شوكه رنانه هنا مثلا. تمام. المفروض ايه اللي بيحصل؟ ان البون كوندكشن هنا يساوي البون كوندكشن هنا. ان امتى البون كوندكشن في واحد يكون افضل من الثاني؟ اول قال لك ايه بقى؟ في حاله ان يكون الاير كوندكشن بايظ. تاني كده دلوقتي بكل بساطه احنا عارفينها، طبعا عارفين احنا عارفينها، بس انا اقولها بطريقه ثانيه. ادي البون كوندكشن مثلا، تمام، وادي الاير كوندكشن، الاثنين خطين اهو ماتي، بوصلوا فين؟ بوصلوا في نفس المكان اللي هو مين؟ اللي هو الكوكل. تمام. فرضا طريقه اهوتي وادي طريقه اهوتي. تمام. الاثنين بيتنافسوا، ايه اللي بيحصل لو انا قفلت الطريق ده اهوتي؟ تمام، الزحمه هنا تقل مثلا، ماشي، فالطريق ده ياخد راحته، صح ولا لا؟ هي نفس الفكره، ان الاير كوندكشن، ادي البلون كوندكشن وادي الاير كوندكشن. الاير كوندكشن لما انا اقفل الاير كوندكشن، انا قفلته، فالبلون كوندكشن هياخد راحته. لما انا قللت النويزي، بس الاير كوندكشن اللي هو الصوت اللي بيجي من الهواء، يعني كل الضوضاء اللي احنا بنسمعها في حياتنا بتيجي من الاير كوندكشن، انا قفلت الاير كوندكشن خالص. تمام. فبالتالي البلون، اي حاجه اقدر احسها بالبلون كوندكشن هتبقى عاليه، لان ما عادش هيبقى ليها شريك خالص يروح للكوكلا، هيروح لوحده، بس البلون كوندكشن هيروح لوحده. تمام، مش هيبقى في اي شريك معايا، فبالتالي هيبقى صوت افضل. فامتى الرايت مثلا اير تبقى افضل من الليفت اير؟ لو الرايت اير فيها كوندكتيف ديفنس. تمام، فيها مشكله في الاير كوندكشن، الاير كوندكشن بتاعها بايظ، في كوندكتيف ديفنس مبوظ الاير كوندكشن، ساعتها البون كوندكشن هيبقى افضل. تمام. وراح كده بيقول لك النورمال هيرنج ان الصوت بيتنقل من البون يروح للكوكلا. تمام. والصوت بيكون ايكوال في النص. اول حاجه خالص، بسم الله الرحمن الرحيم،
اول حاجه يونيلاترال كوندكتيف ديفنس. لو في كوندكتيف ديفنس اللي بيحصل ان السول بتنقل ترانسميتد ثرو ذا بون تو ابوس كوكلا، تمام ان ذا انر ويز ا كوندكتيف ديفنس، الاير اللي فيها كوندكتيف ديفنس، تمام اللي بيحصل ما فيش اي نويزي فيها، تمام احنا قلنا ما فيش اير كوندكشن، فبالتالي مش هيبقى فيه نويز، تمام. فبالتالي فاللي يحصل بقى اللي يحصل ان الصوت في البلو كوندكشن في الودن الديزيزد بالكوندكتيف ديفنس هتبقى افضل من الودن اللي مش ديزيزد، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يعني الوقت نقدر نقول ايه، نقدر نقول لو عندك مثلا في ودن ماشي ده الرايت مثلا ايه ودن الليفت ايه رايت اير مثلا مصابه بكوندكتيف فيها كوندكتيف ديفنس ماشي، يبقى هي افضل البون كوندكشن بتاعها هيبقى افضل من الليفت اير. واحنا قلنا ليه؟ لانك ساعتها قللت وقفت الاير كوندكشن، فلما وقفت الاير كوندكشن كده وقفت اي حاجه تخش عن طريق الاير كوندكشن عن طريق نويزي، نويز مثلا او اي حاجه او اي ضوضاء او كلام من ده، فبالتالي البون كوندكشن هيبقى افضل من الاير كوندكشن، تمام. بعد كده اللي هو ان بقى افرض الحلقه اللي معاك سنسوري نيورال ديفنس، يعني دلوقتي انت عندك مثلا انت بتقارن على يوني لاترال، هو بيقول لي يوني لاترال سيمي نيورال ديفنس، يعني بالظبط انت دلوقتي بالظبط ادي الكوكلا مثلا ادي الكوكلا بايظه، تمام هي إيه بايظه او النيرف بتاعها بايظ، تمام وادي ادي البلو كوندكشن وادي الاير كوندكشن، تمام ساعتها بقى اني اير، لو انت عندك اير تمام الاير بدي الاير فيها النيرف بايظ او الكوكلا بايظه، تمام ايه اللي هيكون افضل فيها، اللي يكون برو كوندكشن ولا اير كوندكشن تاني، يعني هنا هنا معنى ايه، بسم الله نقراها افضل، ولا ان ذا يونيلاترال سيمي نيورال ديفنس ساوند ان ساوند از ترانسميتد ثرو ذا بون تو ابوس كوكلا، تمام ساوند از هيرد بيتر باي ذا نورمال اير، يعني لما يبقى انت بالظبط كده بكل بساطه، لما يبقى انت عندك سيمي نيورال لما يبقى عندك مشكله في الكوكلا او مشكله في النيرف بتاعها، ساعتها الاذن النورمال هي اللي هتبقى افضل، يعني بكل بساطه انت عندك مثلا رايت اير وليفت اير ماشي، فرضا ان الرايت اير مثلا فيها مشكله في النيرف او مشكله في الكوكلا، تمام والليفت اير ما فيهاش مشكله في النيرف او الكوكلا، تمام ان هي الافضل، ان اللي هنسمع بها افضل، اللي هنسمع بها افضل اللي ما فيهاش مشكله في النيرف ولا الكوكلا، بس بكل بساطه. يبقى في حاله لما تبقى الحاله اللي معاك سيمي نيورال ديفنس، لما مشكلتها في السيمي نيورال، ساعتها الاير النورمال هي الافضل، اما في حاله الكوندكتيف ديفنس الاير الاب نورمال اللي هي كان فيها كوندكتيف ديفنس هي الافضل. تاني في حاله كوندكتيف ديفنس كنا بناخد الاير اللي فيها مشكله، تمام اما هنا كنا اما في حاله السيمي نيورال ديفنس كنا بناخد فيها الاير النورمال، الاير النورمال هي الافضل، تمام ان شاء الله بس ما حدش يكون اتلخبط فيها او مستعين. بعد كده هتكلم على الاكزامينشن بتاع الايكوليبريم. الاكزامينشن بتاع الايكوليبريم عباره عن حاجتين، حاجه اسمها اوكلر اكوليبريم وبوستير اكوليبريم. احنا اول حاجه عشان نفحص التوازن هنفحص العين وهنفحص البوستير. اول حاجه لما نفحص العين اول حاجه نفحص العين ليه؟ اول حاجه عشان خاطر العين بيبان فيها الايكوليبريم عن طريق النستجمس، دلوقتي احنا لما نلاحظ التوازن بتاع الانسان من العين، او واحد مثلا هيقع او يختل توازنه، بنلاحظ الموضوع ده في عينه، بتلاقي عينه بدات تتحرك وتلف، بيحصلها نستجمس، تمام طيب او ممكن نلاحظه من حركته ماشي، فمن البوستشر ايكوليبريم، تمام طب دلوقتي احنا عشان نلاحظ الاوكلر ايكوليبريم عشان نلاحظه ممكن نلاحظه بالعين المجرده، تبص في عين المريض هتلاقي عين المريض عماله تلف كده وتروح كده، فبالتالي بالنكت اي نقدر نلاحظه، تمام او ممكن نركب له جلاسز بنسميها فرانزل جلاسز. الفرانزل جلاسز دي عباره عن جلاسز هتحطها للعيان، هتكبر عين العيان قدامك، فتقدر تلاحظ اي نستجمس هيحصل فيها، لانها كبرت عين العيان اللي قدامك. تاني حاجه اتغلبت لي على حاجه اسمها الفيجوال فيكسيشن. يعني ايه فيجوال فيكسيشن؟ ممكن العيان انت بتكون بتشوف له النستجمس، تمام العيان عشان يقلل النستجمس اللي عنده يروح مركز في حاجه معينه، فلما يركز في حاجه معينه النستجمس يقل، يروح يركز في حاجه معينه فالنستجمس يقل، فلما يركز في حاجه معينه والنستجمس يقل انت تقلل تقول ما عندوش نستجمس، تمام لا ان انت لما تحط له المرايه هو تحط له الفرنزل جلاسز ما يعرفش يركز في حاجه، فبالتالي تقدر تلاحظ ان النستجمس افضل ماشي.
تو ابلويش افيجوال فيكسيشن. تمام. بعد كده تخش على البوستشر اكوليبريم. البوستشر اكوليبريم بكل بساطه خالص اللي انت هتشوف التوازن، هتشوف الاتزان عن طريق البوستشر. اول حاجه بتقول للعيان بتاعك اقف سيت اب اند داون 50 مره. تمام. والمفروض الطبيعي اي واحد فينا لما يعمل سيت اب اند داون هو ما عندوش مشكله في الاكوليبريم، يفضل يطلع في نفس مكانه، ما يغيرش مكانه اقصى خالص. لو اتحرك جسمه اتحرك اقل من 45 درجه. تمام. اما الشخص اللي بقى عنده مشكله في الاكوليبريم ماشي، تلاقيه بيتحرك اكتر من 45 درجه. يبقى الشخص اللي بيبقى عنده مشكله في الاكوليبريم بيتلاقي بيتحرك اكتر من كام؟ اكتر من 45 درجه. اما الشخص النورمال بتاعنا بيتحرك كام؟ اقل من 45 درجه. طب هو بيتعامل ازاي الاختبار؟ بتقول للعيان سيت اب اند داون 50 مره. تمام. يبقى احنا كده خلصنا اثنين بتوع الاكوليبريم اللي هم اوكلير اكوليبريم والبوستشر اكوليبريم. تمام. ودي التيست، ودي احنا قلنا كده التيست اللي هو مارينينج تيست والويبر تيست وطبعا الشباخ طبعا مش مشروح. وطبعا كده الحمد لله خلصنا من مش كده. السؤال ده برده بالمره هنا الرايت اير، لما اقول لك ان الرايت اير فيها كوندكتيف ديفنس يبقى الساوند هيتسمع فين افضل، الرايت اير ولا الليفت اير؟ لما بقول لك ان الرايت اير فيها كوندكتيف ديفنس. تمام. يبقى الساوند يتسمع فين افضل، في الرايت اير ولا الليفت اير؟ احنا قلنا ادام هي كوندكتيف ديفنس يبقى نختار مع مين؟ نختار مع نفس الودن على طول اللي هي الرايت اير. تمام. طبعا احنا قلنا خش بقى على الجزء اللي هو بتاع الاكزامينشن بتاع النوز. بسم الله. هو الاكزامينشن بتاع النوز كده عباره عن شويه صور، اللي هو كلينيكال اكزاميشن بتاع النزله عباره عن شويه صور مع بعض كده. اول حاجه بتكلم على النزله ستراكشر والنزله فانكشن. تمام. نفس الفكره برضه بتعمل انسبكشن، وبالبيشن للنوز والبرينيزال ساينس. تمام. اكزاميشن طبعا للنوز هتشوف طبعا ممكن تعمل انسبكشن وبالبيشن، لو في سولنج، لو في ديفورميتي، لو في فيزيكال، اي حاجات من دي ولاحظتها في لاحظتها على طول. تمام. يبقى الصوره دي عباره عن انسبكشن للنوز بتاعت العيان. هنا عباره عن هنا انسبكشن، لا هنا بالبيشن، مش هنا بالبيشن لمين؟ هنا بالبيشن برضو للبارانيزال ساينس. تمام. وهنا بالبيشن للاكسترنال نوز. تمام. يبقى هنا بالبيشن، هنا بالبيشن لمين؟ هنا بالبيشن للاكسترنال نوز، وهنا بالبيشن لمين؟ للبيرينيزال ساينس. تمام. عامه الدكتوره قالت في الريكورد بتاعها ان هي الحاجات دي اصلا كلها مش مهمه، يعني نعرف بس الصور بس. تمام. دخلنا على بعد حاجه اسمها الانتيريور رينوسكوبي. الانتيريور رينوسكوبي بالظبط كده، الانتيريور رينوسكوبي دي معناها اللي انت هتخش بالظبط كده، احنا عايزين نشوف انف العيان من جوه، نشوف النوز بتاعه العيان من جوه، فبيسميها انتيريور رينوسكوبي. طب عشان نقدر نخش لازم نحتاج المنظار، اذن اسمه النيزل سبيكترم. النيزل سبيكترم ده عباره عن ايه؟ ادي النيزل سبيكترم اهو، ده اسمه النيزل سبيكترم. حاجه بالظبط كده اهو ليه 2 ايد كده ماشي، بتفتح بيه اللي هو انف العيان. تمام. بنسميها نيزل سبيكترم. تمام. الحاجه دي بنسميها اللي هو العمليه دي بنسميها الانتيريور رينوسكوب. يبقى ايه الانتيريور رينوسكوب؟ ده عباره عن اكزامينشن للنيزل كافيتي من خلال انتيريور اوبننج باي نيزل سبيكترم. يبقى احنا لما احنا نعمل اكزامينشن، للنوز بتاعه البيشنت من الانتيريور اوبننج بواسطه النيدل سبيكترم بنسميها الانتيريور رينوسكوبي. الانتيريور رينوسكوبي دي تعريف الانتيريور رينوسكوبي. الدكتوره قالت نعرف على طول اللي هو عن طريق الانتيريور اوبننج، لانك ممكن تعمل برضو، لان في برضو اكزامينشن للنوز من البوزيتيريور اوبننج، تخش لها من الاورال وتروح للبوزيتيريور اوبننج وتعمل لها برضو اكزامينشن. طبعا فاحنا نعرف على طول اللي هو الانتيريور رينوسكوبي. دي صوره ايه؟ دي صوره انتيريور رينوسكوبي. طبعا باستخدام مين؟ اهم حاجه لازم تقول له انتيريور رينوسكوبي باستخدام باي نيزل سبيكترم. باي نيزل سبيكترم اهم كلمتين، انتيريور رينوسكوبي باستخدام نيزل سبيكترم. اي صوره من دول انك تكتب فيها الحاجتين دول. تمام. طبعا بنستخدم مصدر الاضاءه، يا اما هيد لايت يا اما ريفلكتد لايت. تمام. الديكينج طبعا بقول لك ان طبعا بتمسك عن طريق بتمسك بايديك الشمال. تمام. تمسكه بايديك الشمال اند يوز ذا نيزل سبيكترم تو ا هول اوبن اوف ذا كارتريجز. بتستخدمه طبعا عشان تفتح بيه الكارتريجز، تفتح بيه اللي هو الاوبن للنوز بتاعه البيشنت. تمام. وبعد كده عادي خلاص تستخدم ايدك الثانيه عشان لو في اي حاجه استعملها سكشن او ماشي او كاتشري تقدر تعملها. تمام.
ودي برضه هنا بقول لك هنا الدكتور بيعمل، هنا الدكتور بيعمل ايه؟ بيعمل اليفيشن للتب بتاعت النوز بتاعت العيان بصبعه بالصم، تمام، عشان بالظبط كده يجهز المكان للنيزل سبيكلا، هو يضغط على النوز كده فبالتالي يعرف يدخل النيزل سبيكلا. تمام. وانا كنت حطيت جبت صوره للنيزل سبيكلا، بس طبعا ايه، بس شلتها تاني عشان ما نتلخبطش فيها. ماشي، يعني ممكن تكتب النيزل سبيكلام وسبيكولام، مش عارف بيقولها سبيكولام ليه، النيزل سبيكولام سبيكولام، المهم، وتشوف على جوجل. تمام، اقول لك بعد كده اللي هو تاني حاجه اللي هو الاندوسكوبيك اكزامينشن. اندوسكوبيك اكزامينشن، ادي الاندوسكوبيك اكزامينشن، اللي هي الصوره دي عباره عن صوره ايه، صوره اندوسكوبيك اكزامينشن، مهمه جدا نعرف اندوسكوبيك اكزامينشن. طيب ايه بقى بالظبط في الاندوبيك، ايه بالظبط في الاندوسكوبيك اكزامينشن؟ الحاجه اسمها الريد نيزل، ريجيد نيزل اندوسكوبي. ماشي، دي صوره الريد، دي صوره الريد ريجيد نيزل اندوسكوبي. بسم الله، دي صورتين، صورة الريجيد نيزل اندوسكوبي. تمام، تبع ايه؟ تبع الاندوسكوبيك اكزامينيشن. تمام، يبقى اي صورة من دول تتعرض على طول، اي صورة من تتعرض هنسميها، هنقول ريجيد نيزل اندوسكوبي تبع الاندوسكوبيك اكزامينيشن. طبعا عندي شوية معلومات عاديين عن الاندوسكوبيك اكزامينيشن، اللي هو في اضاءة جيدة، ان هو بنستخدمه في الاماكن اللي ما نقدرش نعمل لها اكزامينيشن، الاماكن الصعبة في الاكزامينيشن بنستخدم فيها الاندوسكوبيك اكزامينيشن، وعادي يعني كلام عادي. تمام. طيب الوقت احنا استخدمنا الريج نيزل اندوسكوبي، يبقى اي صوره من دي عباره عن ايه؟ عباره عن ريج نيزل اندوسكوبي. تمام. الوقت بنستخدمه في ايه بقى؟ نستخدمه في، او نستخدمه في الفحص بقى، نقدر نشوف بيه اللي جوه، اللي جوه مين؟ اللي جوه النوز. ايه اللي جوه النوز؟ اللي هو الانفيريور توربنت، اللي هو الانفيريور توربنت والميديال توربنت والسيبتم، ويعني كل حبه، والفلور اوف نوز والانفيريور ميتس والميديال ميتس. يعني بالظبط كده لو ايجا في الامتحان هنقول ده عباره عن، هنقول له ده عباره عن اللي هو، اللي هو عباره عن ريجارد نيزل اندوسكوبي، ونقول الحاجات اللي نقدر نشوفها. تمام. طيب بعد كده نتكلم عن، نتكلم عن الاكزامينشن بتاع النيزل فانكشن. الاكزامينشن بتاع النيزل فانكشن، هو النيزل فانكشن وظيفته ايه؟ النيزل فانكشن اللي هو النيزل اير فلو تيست، ماشي، اللي هو، اللي هو النوز وظيفته ايه اصلا؟ النوز له وظيفتين اساسيين، اللي هو طبعا هواء، والتاني حاجه وشم، صح. فاحنا هنعمل بالظبط، هنعمل، هنشوف الفانكشن دي شغالين ولا مش شغالين. اول حاجه خالص اللي هو النوز اير فلو تيست، اللي انت بالظبط هتعمل ايه؟ هتجيب العيل الصغير او العيان اللي معاك يعني، تمام، وتجيب جزء من مرايه وتحطه بالظبط تحت انف العيان، وتخلي العيان يطلع النفس من ايه؟ من النوز. تمام. المفروض لما يطلع انف من، اللي هو النفس من النوز، اللي يحصل ان هو يحصل ترسيب، او اللي هو تكثف كده، تكثف للهواء اللي طالع على النوز. فانت هتشوف بالظبط كده بعينك انهي جزء، اللي انهي جزء المفروض طبيعي من ناحية، من ناحية اليمين من النوز زي الناحية الشمال، صح. الوقت لو في ناحية مختلفة عن ناحية، يبقى الناحية المختلفة دي فاو ستريكشن بكل بساطة. تمام. طيب بعد كده اللي هو الاولفاكتوري فانكشن تيست، اللي برضه نفس الفكره برضه، اللي انت بتقارن الناحيه اليمين مثلا من الناحيه الشمال، بتجيب اي اي انبوبه مثلا ليها ريحه، او اي حاجه لها ريحه مثلا زي القهوه مثلا، زي سينوم، اي حاجه لها ريحه، ماشي، وتقارنها وتحطها قدام النوز بتاعت البيشنت، وتقارن الناحيه الرايت من الناحيه الليفت، ماشي. فبالتالي المفروض يعني، المفروض تختلف بقى العيان، شوف العيان انهي نوز اللي شغال، انهي جزء من النوز يعني اللي شغال. تمام، لو في بقى جزء في مشكلة ولا حاجة. فبسم الله كده خلصنا، الله المستعان، ان شاء الله نكون استفدنا، ولو في اي خطأ او نسيان فنرجو المسامحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.